ازيكم يا مواليد الحمل، انا مريم. توقعات برج الحمل ليوم السبت 20 نوفمبر تشرين 2021. مهنيا، حافظ على هدوءك ولا تنفعل حتى لا تقع في بعض الاخطاء. عاطفيا، يحتاج الشريك للشعور باهتمامك خلال هذه الفترة حتى لا تخسر علاقتك به. صحيا، قد تعاني من ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة اهمالك لصحتك. توقعات برج الحمل للرجل، لا تخوض مغامرة انت لا تريد الخوض بها، ولا تبالغ في شيء في هذه الفترة، فلست مضطرا لمسايرة شخص ما لتيسير امورك. اليوم فكر بالانطلاق والتحرر من قيود وضعت نفسك بها. معنوياتك مرتفعة وحظك كبير. توقعات برج الحمل للمرأة، أنت حساسة جدا يا امرأة الحمل، عليك أن تكوني أكثر جدية وتحملا، وتحويل أفكارك الإبداعية إلى واقع سيكون خطة ممكنة وصحيحة اليوم، فلديك الدافع والوقت. الأشخاص الذين يشجعونك على ذلك، حان الوقت للتوقف عن النظر خلفك والتساؤل ما هو الخطأ بدلا من ذلك. تطلعي إلى الأمام لتري ما هو ممكن. توقعات العلامة الأولى مواليد 21 مارس ل 31 مارس. العديد من الأشياء لا تسير كما تنبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت، ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة، وتعامل معها كونها تحديات. إذا جرت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع. كل تجربة تمر بها تجعل من مسار حياتك ممتع ومفيد. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 أبريل إلى 10 أبريل. يلعب القدر لعبته معاك، وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه، ولكن لا تبالي بذلك. إذا كان باستطاعتك توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة. إذا لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك، بل على العكس كن يقظا، فالحياة تخبئ دائما مفاجآت سعيدة. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 أبريل ل 19 أبريل. بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن يندابك اليأس والإحباط. ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع، ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة. إذا لم يكن هذا هو الوضع، فتذكر أن مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.